إلى عروس البحر المتوسط اسكندرية وجمال اسكندرية اللي بيكون في فصل الشتاء ليها سحر وجمال خاص. يعني ناس كتير جدا بتستنى الشتاء مخصوص عشان تروح تقضي أيام في اسكندرية، لأنه هدوء جميل جدا وجو جميل. المطر لما بينزل كمان في اسكندرية في الشتاء بيدي يعني إحساس مختلف. فإحنا هناخد حضراتكم في هذه الجولة زميل العزيز عمرو كمال، كان موجود في اسكندرية علشان ياخدنا معاه في هذه الجولة اللي بيرصد من خلالها سحر وجمال اسكندرية في فصل الشتاء. تعالوا نتابع مع حضراتكم. من شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. متعة، سحر، عشق، نوستالجيا لأجمل أيام حياتك بتعدي قدامك في شريط سينما بمجرد انك توصل اسكندرية في الشتاء. نسيم البحر مع المطر وريحة الجو الشتوية، اجواء اوروبية على ارض اسكندرانية، خلت عشاق عروس البحر المتوسط يستنوا الشتاء كل سنة عشان يستمتعوا بشتاء اسكندراني مفيش زيه في العالم الا هنا في اسكندرية. خدنا اسكندرية بطولها وعرضها، اي مكان يخطر على بالك رحناه عشان نشوف محبي وعشاق اسكندرية الشتوية بيعملوا ايه في احلى بلد في الشتاء اسكندرية. حاجة متوصفش ومتعة تانية خالص، وكمان انت تحس ان انت ماشي في الدنيا في البلد لوحدك، مفيش حد معاك. احب ان انا امشي في اسكندرية في الشتاء تبقى المية بتشتي وقدام البحر. لا هو حاجة كده ما تتوصفش فعلا، يعني ريحة البحر حتى الجو وانت بتتمشى، حتى تبقى بتمشي وانت مش تعبان حتى. اسكندريه جميله جدا في الشتاء، يعني عندك جو هنا تحفه مش هتلاقيه في اي حته تانية. يعني هو بيبقى الموضوع كويس علشان مع مثلا قهوه او حاجه، فبيبقى على البحر، وكمان هنا بقى في الغيوم وكده، فالقعده هنا جميله جدا. جو الجميل دوت سواء بالذات بقى لما تكون بتشتي اكتر، يعني بتبقى حاجة مختلفة خالص، بتحسسنا حتى بالأجواء اللي بتبقى برا. يعني بننزل أنا وصحابي نتمشى على البحر، نحس بروعة البحر زي ما انت شايف، الهواء جميل، أنا نازل من البيت مخصوص عشان أشوف المنظر ده. بصراحة هو عامة بالنسبة لنا ريحة البحر بالنسبة لنا بتبقى زي ريفريشمنت، أول ما انت لما بتبقى جوه مثلا وبتيجي تبقى خلاص داخل على البحر تاخد النفس كده، خلاص تحس ان انت فعلا زي كأنك في بيتك. غالبا المشروب الرسمي السحلب بتاع الشتاء، والقهوه برضو طبعا القهوه ليها طابع مميز. هي اسكندريه احلى بلد في مصر، جوها ما فيش زيه كمدينه على الساحل عامه زي جو اسكندريه في الشتاء. لا الشتاء يمكن دي حاجه الوحيده اللي بتميز اسكندريه على محافظات مصر كلها، ان جواها في الشتاء يفكرك باجواء شبه البلاد اللي بره خالص، اكنك في اوروبا بالظبط. الصيد في حد ذاته في الشتاء كمان متعه اكتر من في الصيف، يعني من حيث نوع السمك، من حيث الجو، ان انت بتبقى قاعد في رايق، مفيش زحمه بتاعت التكدس بتاعت المواسي، زي ليها رونق خاص كده بتتسم بالهدوء فيه في ايام الشتاء. فبالنسبه للناس اللي بتيجي مثلا تشرب من عندي بيختاروا ايه المشروبات السخنه قوي عشان بايه بتدفي معاهم جسمهم، زي ايه الحمص الشام، السحلب. حمص الشام معروف ان يعني العشاق قاعدين على كورنيش اسكندريه، الناس اللي مثلا باخد حمص الشام باكله عشان خاطر ابقى قاعد مبسوط على البحر والكورنيش والشيء والميه والهواء وكده، يعني بيبقى الجو ساقع والزبون برضو قاعد مبسوط. انا بحب الايس كريم صيف وشتاء بصراحه، بس جو اسكندريه بيفكرنا بزمان والطفوله وخروجنا مع اهالينا، ودايما كنا بنجيب ايس كريم في اسكندريه، فدايما كنت بفرحان بيه. لو بتحب اسكندريه هيبقى فاتك كتير لو ما جيتهاش في الشتاء، سحر التمشيه على الكورنيش واكل ايس كريم على كوبري السلي وصيد السمك في الشاطبي، ويا سلام على حمص الشام في محطه الرمل ولا جليم، مع ريحه المطر والسقعه عشق خاص ويقعوا فيه عشاق اسكندريه، عشان كده هتفضل اسكندريه اجمل في الشتاء. عمرو كمال، 8 الصبح.